اهلا ومرحبا بكم على قناتي كويزين الفا، واللي مازال ما اشتركش يشترك بالضغط على زر سابوني ثم زر الاشعار باش يخليكم تتوصلوا جديد القناه، ونبدا مع بعضنا حلقه جديده ووصفه جديده. اليوم باش نعملوا مع بعضنا وصفه جلجلانيه، باش نعمل كميه صغيره. هوني عندي كيلة جلجلان، خذيت كيلة جلجلان مخلط، هو فيه المعرج وفيه المش معرج، وبرشي تقليه طوي يطيب وحده، ونصف كيلة فارينة، معناها كيلة الجلجلان نصها فارينة، وباش نكهها بالماء زهر، وباش نلمها شوية بالماء، ما نحبش نكهة ماء زهر قوية برشا، دونك باش نلمها بشوية ماء ونعجنها ونفصلوها، ساهلة ما فيها حتى شيء وتتشحر وتتزين، تعملوا لها حشوة اللي تحب عليها ولا تخليوها هكاكا. هكا يتخلطوا مع بعضهم، نحط انا شوية ماء زهر هكا، ونزيد طرف ماء باش ما يبداش قوي ماء زهر. ما عادي، لا خميرة لا فاني لا حتى شيء، تحبوش ما زهر حطوا فاني وما عادي. زيد شوية ماء، باش نزيد شوية، نتحصلوا على عجينة متماسكة، والنكهة الكل من بعض في الشحور متاعها، ولا كان تحبوا تعملوها حشوة. هكاها خليها ترتاح شوية 5 دقائق هكاكا، ونجي نحلها، نرش شوية فرينة ونحلها بالفرينة ونشكلها. كيما تراو عملت كمية صغيرة، مانيش من احباء الجلجلان، نرشوا عليها الفرينه ونحلوها. ها هو السمك نتاعها يكون هكا، ونقصوها ونشكلوها ونفصلوها هكا، مثلا الكبر هذا انا اخترت. هكا نجي الكعكة الجلجلانية نتاعي ونعملولها هكا، نشدوها في بعضها هكايا ونقليوها. هذه الجلجلانية سهلة ما فيها حتى شيء، وتشد الفورمة ما تطيح لكمش، المهم العجينة تكون متماسكة وباهية، ما نساوش نعمل الفرينة باش ما تلصقلناش. وفما شكون يعملوها هك هك هك، تجي كي الكورن وهكا، وبعد يحطوا فيها حشوة من داخل، حسيلو يرجع لكم ليكم انتوما، اعطيتكم زوز اشكال وانتوما شنو تحبوا تعملوا. نعملو شكل اخر كيما اللي عملناه قبيله هكا، بعد نجيو هكا نعملو هكا هكا حتى نتحصلو على الشكل هذا، نحطوهم هكاكا، وبعد نشوفو كيفاش نقليهم، نخليهم يرتاحو شويه وبعد نقليهم. ها هي الجلجلانيه، عملت كميه صغيره انا، خليتها تصبر من قبيله، وطاب باش نحطو نقليوها. هي ديجا يبست كي خليتها تصبر، بسم الله لاصقة، معناها مش باش تتحل معانا بالساهل يعني، بسم الله. خليوها حتى يتغير لونها يولي لونها ذهبي. نحركوا هكا باش الزيت يخلط لكل البلايص كلها، منظرها مزيان هي على الاخر، حتى طعمها للاحباء الجلجلان. طو حمار ومن لوطه قلبتهم على وجوههم وقاعدين يتبدل لونهم من الاسفل من فوق يعني، ونورمالمون هكا طابوا.
ونهبطوها. فرد المر وصفة بكمشة واحدة. نستقطروهم مليح من الزيت، واحدة هربت نجيبوها تستقطر معاها. الشحور عندي هوني سخون ديجا كان يغلي، باش نخليهم حتى يبردوا ونعاود نسخنلهم الشحور ونغطسهم في الشحور. كان جا الشحور عندي بارد راني حطيتهم طول في الشحور هاكا. هاو يزديهم، وهذه الجلجلانية نتاعي. توا باش نشحرو الجلجلانية مع بعضنا. ها هيا جوست نحطو شحور سخون كان يغلي من فوق النار. خليوها تتشرب شوية شحور على خاطر ما فيها حتى نكتة سكر، هي ديجا باردة، هي باردة والشحور غليته طوا سخنته. يا الشحور بارد اللي باش نحطوه سخون ولا العكس. خليه تشرب شوية ونهبطها. وطاو نزينو الجلجلانية متاعنا باللوز الأبيض هكايا، ناخذوها هكايا مادامها طاو تتلصق بالعسل يلصق فيها اللوز. نغطسو اللوز في العسل وبعد نلصقو. ها هاكا غطسنتو شوية وبعد نلصقو هكا كيف كيف. نجم حتى يوحل هكاكا ما غير حضرت الجلجلانية تاعنا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وفي حلقة اخرى وصفة اخرى ان شاء الله. وبسلامة.